بهدف تطوير الاقتصاد الوطني وتحسين الظروف الحياة المعيشية للسكان، فإن حكومة البلاد تعمل مع شركائها المانهين في هذا المجال الحيوي في كافة الأراضي الوطنية. ولهذا فقد جاء المدير العام للصندوق الأفريقي للضمان والتعاون الاقتصادي إنجيتو ترينا يامباي لمقابلة وزيرة التدريب المهني والمهن الصغيرة حسنى إيزابيل كاسيري لأجل مناقشة عملية إنعاش الاقتصاد الوطني وطرق دعم المشاريع الصغيرة التي تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. الوزير أكد للوفد الزائر بأن وزارتها جاهزة للعمل مع الصندوق لتنفيذ المشاريع المرسومة، فيما أكد المدير العام للصندوق بأنهم سيدعمون البلاد عبر تقديم القروض الصغيرة لوزارة التدريب المهني والمهن الصغيرة. نجيبو غارانتي عشان يسوس ميكرو فينانس دول ده ياخدوا ما ناس على سектор انفورميل أبينا نا في سوق ناس على زيري دول أغريكولتر ما إليفر. دونك مدام لي ميسي دوري خلي فاغاس ياولو مينيستير ما يسوس ميكرو فينانس خلي يمشي كده بعدين عند راس الميشن آخر يجوا ياخدوا ما إكسبير على مينيستير دي فورماسيون بروفيسيونيل دي ميتيه وما انسيسيون ميكرو فينانس دول بنك كوميرسيال دول نتشاد. علما بأن مثل هذه اللقاءات التي تبث قضايا التنمية الاقتصادية ستساهم من دون شك في تحسين الاقتصاد الوطني والتقليل من نسبة البطالة لا سيما لدى الأوساط الشبابية.